الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال أبو زرعة ثقة، قال أبو حاتم ثقة، قال ابن مديني ثقة، نعم، قال حدثنا الأعمش، والأعمش من أساطير المحدثين لكنه يدلس. قال سمعت أبا صالح ذكوان الزيات من خيار التابعين، والأعمش ملازم له. قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السبع المسلمين، بل هو سيد السبع المسلمين على النبي الأمين، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلى الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. هذا ختام الباب، باب فرض صلاة الجماعة. قلنا بأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر في غير ما حديث شرحناه ب 27 درجة، وجاءت رواية أبي هريرة ب 25 درجة. قال على صلاتي في بيتي وفي سوقي 25 ضعفا، وبينا التوجيهات التي تكون للحديثين، حديث 27 و 25. هنا يبين أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما التفريق. طبعا هي فيها مسائل نفس الباب، لنختمه في مسائل ثلاثة من أهم المسائل. المسألة الأولى هي صلاة صحة الفذ، صحة الفذ المنفرد، صلاته صحيحة، ووجه الدلالة من ذلك أنه قال تفضل. إذن في الأفضلية هنا أصل الاشتراك في الأفضلية موجود، فلا يمكن أن تكون صحيحة إلا بالأفضلية، فإن كانت لها الأفضلية فهي صحيحة، وأصل الاشتراك في الأجر يدل أيضا على أنها صلاة صحيحة، وأيضا صراحة تدل على عدم اسم المنفرد. أتى فضلا فكيف يأتم، أتى فضلا فكيف يأتم. نعم. ومن المسائل أيضا تفسير المجمل، وأن السنة تفسرها السنة. لما قال ب27 ب25 أراد أن يبين لما المفارقة، لما هذا التفاضل في المراتب، لما التضعيف. فقال إذا وذلك إذا توضأ، أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، وهذا وصف مقيد، وصف مقيد لا يخرج إلى الصلاة، والمعنى إخلاصا لله جل في علاه، وإلا فلو ذهب يشتري شيئا، يبيع شيئا، ثم يذهب بعد ذلك إذا حان الوقت إلى الصلاة فإنه يدخل في الحديث، يدخل في الحديث، لأنه ممكن هنا يشكل علينا. طب توضأ الرجل في بيته ونزل إلى عمله، ثم لما أذن المؤذن ذهب إلى المسجد بنفس وضوئه، هل له الأجر أم لا؟ نعم له الأجر، لأن وصف التطهر موجود، والوصف الآخر المقيد المهم جدا أنه ذهب للصلاة لله جل في علاه، إخلاصا لله جل في علاه، لا يخرج إلى الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت بها درجة، وهذه الدرجة مبهمة مجملة، والعطاء إذا كان من الكريم لا حد له،
فإنها ترفع درجة ويحط عنه بها خطيئة. انظر هذا الفضل العظيم. والوضوء كان سابقا أيضا، من لا هالك على الله إلا هالك. والوضوء كان سابقا أن النبي بينا في الوضوء أنه مع كل مع آخر كل قطرة تمحى الصغيرة التي فعلها بهذا العضو، تمحى الصغيرة التي فعلها بهذا العضو إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة يشوفون كم خطوة، ولذلك قال إن الناس ما قدموا أثرهم. قال فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، يعني هو في صلاته سواء كان منتظرا أو كان مسبحا بعد الصلاة. فما دام في المسجد ما أقعده إلا الصلاة فالملائكة تصلي عليه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. لم تزل الملائكة، وهذه ملائكة خاصة بهؤلاء، وهذه العظيم ربوبية الله جل في علاه خلقهم لذلك فقط. لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلات، ما دام في مصلاه. وهذه فيه دلالة كما قلنا على أن من قارب الشيء أخذ حكمه. فتقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه، اللهم صل عليه اللهم ارحمه. والصلاة عليه ليست راحة. وشوف هذا الحديث أيضا يدل دلالة واضحة جدا على أن اللهم صل عليه ليست اللهم ارحمه ولا تكرار. فتكون الصلاة عليه الثناء الحسن في الملأ الأعلى. ولا يزال أحدكم سعة جود الله جل في علاه على هذه الأمة، سعة جود الله على هذه الأمة. لا يبقى أحد عنده صغائر إلا وتطهر، إما بالوضوء وإما بالمشي للصلوات وإما بانتظار الصلوات وإما بالمصافحة. نعم، خذ فضل الملائكة فإذا فضل انتظار الصلاة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.